من خلال ورشة تكوينية اللي قامت بها جمعية البديل الحداثي الشعبي حول موضوع الديمقراطية التشاركية واللي حضرت لها أنا ومجموعة من الطلبة، قررنا أن نقدم عريضة حول مشكل النقل اللي كنعانيو منه كاملين، النقل العمومي أو النقل الجامعي، أنه غلاء التسعيرة ديالو وغلاء ثمن الانخراط الشهري، وكذلك أنه ما كيوصلش لبزاف من النقاط في السطات، مثلا الأحياء الجديدة مثل حي السلام خصهم ياخذوا جوج ديال الحافلات، وكذلك انه ما كيوصلش للمعاهد اخرين مثل معهد الصحه والتكوين اللي كاين في العمامشه. كنوجهوا رسالتنا للرئيس جماعه سطات انه ياخذ المشكل ديالنا بعين الاعتبار وانه يدرجوا في اقرب دوره عاديه. وكنطلب من باقي الطلبه او اي واحد كيهمه الامر او كيعاني من نفس المشكل اللي كنعانيو منه انه يتواصل معنا، لانه حتى هو قادر انه يقدم هذه العارضه وانه يساهم في تغيير الشأن المحلي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.